جائزة محرزة تمام. $5,000 تضرب قلتهم. آخ آخ، إيه مو عيني هالعين. يا ستي اللي ماله حظ لا يتعب ولا يشقى، بس ما يصعبوا الأسئلة، يحطوا 3 خيارات. جائزة الـ5,000 ما في خيارات، بس هذا اسمه تعجيل. الشطارة إنك تعرف الجواب لحالك، وهيك بتكون متعة المعرفة أكبر. يا رب احذر واربح. لما كبر درس الطب والكيمياء، تميز فيهم وتولى رئاسة أطباء البيمارستان ببغداد، ومات بمسقط راسه، ويعتبر كتابه الحاوي هو أوسع دائرة معارف طبية في اللغة العربية. فمن هو؟ حد عرفكم؟ بظن أنه ابن سينا. ابن سينا ألف كتاب القانون مو الحاوي. أنا بعرف في مسلسل بالتلفزيون اسمه الحاوي. عم يقولوا لك كتاب بالطب مو مسلسل بالتلفزيون. غريبة. السؤال صعب كتير. قلت لكم هذا تعجيز. ايه والله انا عجزت. وانا كمان. بس انا بعرف منين جبتوا الجواب. الو، اعطيني نعيمة. اهلين نارا. قولي لهم هو ابو بكر الرازي، ولد عام 864 ومات عام 925 ميلادية، يعني من 250 ل 313 هجرية، وبيعتبروه من أكبر أطباء العرب. وكتابه الحاوي موسوعة طبية حقيقية اعتمد فيها على التجريب والاختبار الشخصي للمرض. استني استني نعمة، ما رح أقدر أفهم عليكي. ألف أكثر من 200 كتاب، ومنهم الطب المنصوري وكتاب الجدري والحصبة، وله مصنفات بالرياضيات والفلك وعلم الحيل والفلسفة، واكتشف بالكيمياء زيت الزاج. زيت الزاج يعني حمض الكبريت والكحول يلي استخرجها من مواد نشوية وسكرية مخمرة. بتحبوا أعطيكم معلومات تانية عنه زيادة ولا بكفيكم هالآن؟